أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد زورب واليوم جيتكم بفيديو جديد. اليوم معنا درس العمل الثاني للمبتدئين. أنا وعدتكم بسلسلة فيديوهات للناس المبتدئة جديد من الصفر من الألف للياء في السياق، عملنا فيديو اللي هو الفيديو الأول وشرحنا فيه. اليوم معنا الفيديو الثاني للمبتدئين. طبعا رح نعمل اليوم الشغلات يلي اتفقنا عليها في الدرس الأول. لا تتوقعوا ان انت رح تبلش تسوق فورا من الدرس الأول او الثاني او حتى الثالث او حتى الرابع. منيح، في كتير شغلات وصعوبات رح تواجهك كونك سائق جديد. عشان هيك اليوم انا رح اشرح لكم شو الشغلات اللي ممكن تتعرضوا إلها وكيف فينا احنا نتلاشى او نتفادى الأخطاء بسهولة كبيرة. اول ما نطلع بالسياره مثل ما اتفقنا بالفيديو الاول، اول شيء بسويه ببلش اضبط الكرسي تبعي. باجي بوصل رجلي لدواسه الدواسات، راح الاقي مثلا حاليا انا رجلي بعيده عن الدواسات، بروح بقرب الكرسي، برجع بضغط على الدبرياج مره ثانيه، لازم رجلي توصل للاخر. رجلي وصلت للاخر، تمام، رجلي تمام، الفرامل بطولها كويس ولسه في عندي مجال. يعني كمان حتى بعد ما انا اطول الفرامل او الدبرياج لازم لسه كمان يكون في عندي مجال احتياط، هذا الشيء كتير مهم. تمام، انا قاعد، هيني قعدت، زبطت رجلي، كل شيء تمام، زبطت الكرسي، زبطت المسند اللي في الخلف لراسي، هيك انا حاسس حالي قاعد مرتاح. تمام، هلا شو بساوي؟ حط حزام الامان. بعد ما تحط حزام الامان شو تساوي؟ زبط المرايا. تعالوا نظبط المرايا سوا. شوفوا المرايا هاي اليسار، لاحظوا راح افتح، انا مش محتاج ان انا اشوف السياره بهذا الحجم، بفتح بهذا الشكل، بفتحها للخلف للعفو للخارج بهذا الشكل مثل ما اتفقنا، يكون باين علي بس اللي هو الباب تبع السياره بهذا الشكل. المرايه الثانيه كمان نفس المبدا، المرايه الثانيه نازله للاسفل، نرفعها لفوق بحيث نشوف منيح منها. بظبط المراية هاي مثل ما اتفقنا، بظبط الدركسيون مثل ما اتفقنا، كمان الدركسيون اشوف الساعات منه بهذا الشكل، ايدي الاثنين على الدركسيون. كل شيء تمام، انا جاهز للسياقة حاليا. انا حاليا في سيارة مانويل، راح اسوق سيارة مانويل. في كتير شغلات لازم نفهمها قبل ما نسوق عشان يكون سهل علينا السواقة، عشان لما انا اكون بدي اعمل شيء بالسيارة ما اقعد ادور على شيء. اولا لو انا بدي اروح لليمين دائما او لليسار لازم دائما اعطي غماز، لازم اعطي اشاره، الاشاره بتنعطى دائما قبل الشيء، يعني لازم اعطي اشاره قبل ما اوصل التقاطع عشان اللي وراي يفهم انه انا بدي انعطف اما على اليمين او على اليسار، عشان هو يخطط سياقته حسب انا وين بدي اروح كمان. طيب الاشاره الغماز من وين بتنعطى؟ الغماز هاي هي، لاحظوا معي هان، هاي هي كبسه الغماز هاي، إذا رفعناها لفوق بهذا الشكل بتعطيني غماز لليمين، لاحظوا بتعطيني غماز لليمين، إشارة لليمين لفوق. إذا نزلناها للأسفل لتحت مرة واحدة بس هيك بتعطيني إشارة لليسار. تمام، بنرفعها لفوق تعطيني إشارة لليمين، نزلها لتحت تعطيني إشارة لليسار. هي دائما بستخدمها أنا بإيدي اليسار، يعني أنا لما بدي أعطي إشارة وأنا حاطط إيدي على الدركسيون بهذا الشكل بمد أصابعي هدول، برفعها لفوق أو بنزلها لتحت حسب، وإيدي على الدركسيون. هاي شغلة اللي هي الغمازات الإشارة. كمان في شغلة كتير وكتير مهمة بدنا نفهمها اللي هي شغلة الدركسيون، هاي أهم شغلة وأصعب شغلة رح تواجهكم في البداية. ليش؟ في البداية دائما السائق إما راح يروح لليمين اليمين أو راح يروح لليسار اليسار، ما راح يعرف يعمل بلانسيرا في الطريق، ما راح يعرف يثبت السيارة للأمام في الطريق، يا إما راح يروح على اليمين يا إما راح يروح على اليسار. ليش؟ شو اللي بيصير مع السائق بهذا الشيء؟ اللي بيصير مع السائق إنه لما السيارة تنحرف شوي لليمين بروح بكسر الدركسيون كتير لليسار، وبعد ما يكسر الدركسيون لليسار بيرجع برجعه على اليمين، بعدين بيرجع برجعه على اليسار، بعدين بصير ماشي هو مثل خط الزيجزاج، يعني مثل الحية ما عم تمشي، ما في طريق ثابت. ليش؟ طيب شو لازم احنا نساوي؟ دائما دائما لما انا احس السيارة عم تاخذني شوي على اليمين انا بكل هدوء بروح باخذ السيارة شوي صغيرة على اليسار، تاتش لمس، اتعامل مع الدركسيون مثل ما عم تتعامل مع طفل صغير بيبي.
يعني السيارة اخذتنا على اليمين، يا دوب بكسر الدركسيون على اليسار، يا دوب شوي صغيرة، لانه لو كسرته كتير رح ارجع احتاج ان انا اكسره على اليمين تاني. وفي كمان شغلة مهمة جدا بدي اياكم تفهموها دائما، لما تيجي تمسك الدركسيون لا تمسك الدركسيون بقوة، يعني لا تشد ايديك على الدركسيون، لا تعص على الدركسيون، لانه بمجرد انت شديت على الدركسيون رح تصير حركة الدركسيون في ايديك كبيرة. بس تعمل هيك رح تلاحظ السيارة اخذتك كتير على اليمين، بس تعمل هيك رح تلاحظ اخذتك السيارة على اليسار كتير. وبالتالي انا بحط ايديتين على الدركسيون تمام، ولكن بخلي الثقل، ما بخلي الثقل على الدركسيون ابدا، لان لو انا تركزت على الدركسيون تأكد 100% لو لفيت راسك على اليمين، بس راسك، شوف لاحظوا معي، لاحظوا معي شو رح يصير بالدركسيون، لو لفيت راسي مع الدركسيون رح يلف معي، لو لفيت راسي على اليمين بهذا الشكل الدركسيون رح يلف معي مع ايدي، ليش؟ لانه انا شادد على الدركسيون بهذا الشكل. لكن لو انا راخي ايدي على الدركسيون، لو لفيت يمين يسار الدركسيون مثل ما هو ما تحرك، لكن لو انا شديت على الدركسيون مثل ما اتفقنا بروح على اليسار بلاقي الدركسيون لف معي على اليسار، مع جسمي بلف مع جسمي، لانه ايدي عم تتحرك لما انا بلف على اليمين وعلى اليسار، وبالتالي الدركسيون بصير يلف مع ايدي. تمام، اصبح قلنا بترخي ايديك على الدركسيون بكل هدوء. ودائما حاول في بداية انك تسوق في شوارع فاضية مثل الشارع اللي انا موجود فيه حاليا. ودائما اول شغلة تتعلم عليها هي الانطلاق، تنطلق بالسيارة وتوقف، تنطلق بالسيارة وتوقف، تنطلق بالسيارة وتوقف، مثل ما اتفقنا وشفنا بالفيديو السابق انه احنا كيف لازم نسوق. حاليا انا حاطط الغيار على ما في غيار، يعني مفرغ الغيار، حطيت رجلي اليسار على الدبرياج على الاخر، رجلي اليمين على الفرامل. شو بعمل؟ بحط الغيار الاول مثل ما اتفقنا، ايدي الاثنين على الدركسيون، بتاكد من المرايا من كل شيء، برفع رجلي عن الفرامل، بحط رجلي على الوقود شوي شوي، بضغط شوي وقود، شوي صغيره، بس اسمع صوت المحرك، انا اسمعوا معي، وببلش ارفع شوي شوي رجلي عن الدبرياج. اوعك ترفع رجلك مره واحده على الدبرياج، اوعك، لو رفعت رجلك مره واحده عن الدبرياج، تعالوا بدي افرجيكم شو بيصير اذا احنا رفعنا رجلنا مره واحده عن الدبرياج. تعالوا نشوف، انا هان ضغطت شوي بنزين، رح ارفع رجلي مره واحده عن الدبرياج، لاحظوا شو بيصير، لاحظتوا معي شو بيصير، السياره نتعت معي. ليش؟ انا رفعت رجلي فورا مره واحده عن الدبرياج، وهذا غلط. طيب كيف انا لازم اتصرف؟ تعالوا نشوف، حطيت الغيار الاول، رجلي على الوقود شوي صغيرة، يعني يدوب أسمع صوت المحرك ارتفع شوي، وببلش أرفع رجلي شوي شوي عن الدبرياج، شوي شوي، لا تنسوا شوي شوي، لاحظوا شوي شوي، مشيت السيارة معي تمام. هلأ أنا شوي شوي راحت، خلاص رفعت رجلي عن الدبرياج، أنا أبدا برجع بوقف، لانه هذا الانطلاق اهم شيء بالسياره، اهم شيء للمبتدئين لحظه الانطلاق. اذا انت انطلقت صح بالسياره راح تكون انت مرتاح، راح تنبسط من حالك، راح تعطي حالك دافع كبير انه انت صرت شاطر، انت صرت منيح، انت راح تتعلم السواقه بسرعه. كمان مره، غيار الاول، رجلي اليسار على الدبرياج، رجلي اليمين على الفرامل، ارفع رجلك عن الفرامل اليمين، حط رجلك على الوقود شوي شوي، ارفع صوت المحرك شوي، ارفع رجلك شوي شوي عن الدبرياج، لاحظوا السيارة صارت معي تمشي منيح مثل ما انا بدي، كتير منيح، ارجع وقف، ارجع امشي، ارجع وقف، ارجع امشي، ارجع وقف، ارجع امشي. طبعا رح تطفي معك السيارة، رح تنتع معك السيارة، بس تطفي السيارة معك مرة مرتين، لما تنتع السيارة معك مرة مرتين رح تصير انت تفهم ليش طفت معي السيارة، ورح تصير تفهم ليش نتعت السيارة معي كمان، وهذا شغلة كتير كتير مهمة. طيب شوفوا معي، سائق مبتدئ جديد، انا رح افترض حالي ان انا سائق مبتدئ جديد، شو اللي رح يصير معي في البداية؟ اللي رح يصير معي في البداية ان انا لما امشي بهذا الشكل، لو في سيارة على اليمين بدي ابعد عنها، رح اروح انا بعد عنها كتير بهذا الشكل، بعدين رح ارجع شو اعمل، اروح على اليمين هيك على اساس ان انا بدي اعدل السيارة، بعدين اروح على اليسار انه السيارة، طب شو السيارة ما عم تزبط معي، لاحظوا، طب بدي اروح على اليمين تاني، طب لا بدي اروح على بدي اظبطها على اليسار، بدي اروح على اليمين، هيك السيارة، هيك المبتدئين رح يسوقوا اجباري مو بكيفهم في البداية. طيب كيف انا فيني اتفادى هذه الاخطاء؟ فيك تتفادى هاي الاخطاء
بكتير شغلات مهمة. شو هي؟ انه انت لما بدك تيجي تلف شوي شوي، لف الدركسيون بكل هدوء. طيب لو انا بدنا نلف على اليسار وانا سائق جديد شو بعمل؟ بتلاقي السائق الجديد شو عمل؟ فورا راح عمل هيك وكسر الدركسيون على الاخر. خطأ. ليش؟ شوي شوي، لاحظوا شوي شوي. شوفوا معنا هلا كيف احنا بدنا نتفادى اللي هو اخطاء الدركسيون. لاحظوا ها الدركسيون راح معي شوي على اليمين، شو بعمل؟ بجيب الدركسيون شوي صغيرة على اليسار. لاحظوا يعني يدوب جبته على اليسار، ما لفيته انا كتير ها. واول ما بحس انه السيارة بلشت تنعدل فورا بعدل الدركسيون. طيب واحد بده يقول لي كيف انا بدي اعرف انه الدركسيون عدل؟ طب كيف انا بدي اعرف انه اطارات السيارة حاليا بشكل مستقيم؟ هذا سؤال مهم جدا عشان اعرف انا من خلاله اذا انا ماشي صح او لا. تعالوا نشوف. لاحظوا معي هان الدركسيون هيك بيكون عدل، هيك بيكون الاطارات الامامية له بشكل مستقيم. الدركسيون اذا لفناه هو بلف لفة ونص على اليمين وبلف لفة ونص على اليسار. يعني لو انت طلعت سيارة ولقيت انه الدركسيون بهذا الشكل، انت طلعت سيارة لقيت الدركسيون بهذا الشكل، شلون بدك تعدله؟ بروح انا بجرب اشوف هيك، بلف الدركسيون بعدله بهذا الشكل، هيك صار الدركسيون عدل، الاطارات الامامية عدلة. تعالوا نشوف مرة تانية، نمشي شوي. لاحظوا اخذتنا السيارة على اليمين، بروح بكسر الدركسيون شوي صغيرة على اليسار، شوي تاتش لمس. لاحظوا معي ها تاتش، لاحظوا السيارة مشيت بشكل مستقيم، وفورا بعد الدركسيون بخليه بشكل مستقيم. لو السيارة اخذتني تاني على اليمين حسيت حالي ماشي غلط، بكسر شوي، لا تكسر كتير على اليسار ولا تكسر كتير على اليمين، شوي صغيرة شوي. لاحظوا السيارة ماشية معي بكل هدوء. لاحظوا انا تركت السيارة، رح لاحظ انه السيارة ماشية للامام. عشان هيك بقول لكم لا تخلوا ايديكم بقوة على الدركسيون، يعني لا تمسك الدركسيون بقوة، اترك العنان للدركسيون، ايديك خليهم رخوين، يعني لا تمسك لا تشد عليه كتير. لاحظوا بهذا الشكل. وطبعا دائما جرب ان انت تسوق في طريق او في شارع او في منطقة تكون فاضية وخالية من كل اللي هو السيارات حتى انت تتدرب على راحتك، وعشان لا سمح الله لو صار معك اي شيء انت تكون في السليم. بتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفيديو. طبعا انا ما رح احاول ما اطول عليكم بالفيديوهات، رح اسوي لكم فيديوهات قصيرة بحيث انكم تتعلموا منها وتستفيدوا. بتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفيديو، ولا تنسوني من دعواتكم.